وخلال جولتنا شفنا المزرعة بتضم نماذج كتيرة من الإنتاج الحيواني زي السلالات الأوروبية، الأبقار الحلابة، وكمان تربية البتول والجاموس البلدي وعجول التسمين، وطرق تغذية العجول الرضيعة الهولشتاين، وكمان تربية النعام والبط والوز الصيني وأبراج الحمام البلدي والحمام الفرنساوي وأحواض الأسماك، بخلاف صوب شتلات الفاكهة الاستوائية وتجربة الشعير المستنبت عشان أعلاف الماشية. بصراحة نماذج محترمة. المهندس أحمد بسيوني مسؤول الإنتاج بمزرعة المروة للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني بطريق مصر اسكندرية. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. كلمنا بقى عن المزرعة بتشمل إيه بقى؟ أنا في بداية كلامي أحب طبعا أوجه الشكر للدكتور إبراهيم حسين صاحب المزرعة، والمهندس محمد بهلول المهندس الرومي موجود طبعا، والمهندس عماد مدير المزرعة. ده كلامي برضو، احنا لو بدأنا المزرعة من الأول كده عندنا قطيع الأمهات بتاع الرومي. قطيع الرومي ده بيبدأ يطلع لي البيضة، ببدأ أفرخها عندي في المعمل أبيع كتاكيت للمربيين والمستهلكين. تمام، عندي بعد الرومي على طول هلاقي عندي صوبة العجول الرضيعة. العجول الرضيعة دي أنا عندي هنا عنبر حلاب. الحلاب طبعا مش هاخد اللبن بتاعه علشان أرضع العجول الصغيرة، لكن أنا بطلع منتجات ألبان عندي طبعا، فبجيب لبن بديل صناعي وببدا احله في ميه وارضع بيه عشان استهلك اللبن اللي البقر بيحلبه للمستهلكين الالبان يعني. تمام، بعد كده بلاقي عندي دراجون فروت. دراجون فروت ده فاكهه استوائيه. شتلات صح؟ عندي شتلات وعندي اشجار منتجه. تمام. يمكن النهارده او السنه دي اول سنه اخد منها انتاج للدراجون فروت. الدراجون فروت اللي عندي صنف الرويال ريد، احمر قلب احمر. طبعا بيمتاز الدراجون فروت ان هو عناصره الغذائيه قيمه جدا، لذلك هنقول ان هو سعره غالي بسبب السبب ده يعني. تمام، عندي بعد الدراجون فروت هدخل مثلا على مزرعه السمك. انا عندي هنا مزرعه سمك بولتي وبوري. البولتي معروف ان هو مثلا حوالي 90 يوم. البوري طبعا بيطول معايا شويه لكن بيغطي تكاليفه ومربح جدا بالنسبه للفتره بتاعته يعني. بعد كده هدخل عندي مثلا على عنبر الحمام. انا هنا مربي حمام لاحم فرنساوي. السلاله دي كويسه، بتمتاز ان هي مثلا بتقعد معايا فتره قليله على ما تكون لحم، حتى يمكن هي اسمها لاحم فرنساوي شويه. طبعا الخسائر في الحمام يعني لا تكاد موجوده بالنسبه للتربيه بتاعته. مكسبه طبعا عالي جدا، بمعنى ان الانتاج بتاعه ممتاز. بلاقي عندي بعد كده عنبر الحلاب. عنبر الحلاب زي ما احنا ما قلنا ان انا بطلع اللبن بتاعه. كلها نماذج دي. دي كلها نماذج طبعا. احنا طبعا احنا بنبدا نعمل نماذج علشان هنعمل لكل حاجه موجوده عندنا مكان معين، يبقى كل مكان منفرد بنفسه، سواء اذا كان حلاب، سواء اذا كان رومي، سواء اذا كان سمك، سواء اذا كان حمام، ايا كان. لكن احنا هنا يعتبر شغالين نماذج مصغره. تمام، بعد كده بلاقي عند عنبر حلاب. الحلاب عندي طبعا سلالات هولشتاين امريكي. باخد اللبن ده بيما بصنعه زبادي جبنه مستهلكين عموما، او ببيعه اكياس بالكيلو يعني. تمام، بعد كده بدخل عندي على عنبر البتيلو. ده يعتبر اساس عندي قوي جدا، ان انا البتيلو بجيب البتيلو جاموس الرضيع عمر يوم يومين ثلاثه، ببدا انا ارضعه عندي واطلع منه اوزان بيفضل يوصل عندي مثلا لحد وزن 450 كيلو 500 كيلو. تمام، عظيم. طبعا المشروع البتيلو يعني لا داعي في الكلام فيه، لانه هو يعتبر اكسب مشروع في مجال الانتاج الحيواني عموما. طبعا انا هنا بصمم دلوقتي بركه ميه للعجول الرضيع، العجول البتيلو. الجاموس طبعا هو بيحب البرك يعني، هو طبعا البرك لما يكون الجاموس موجود في برك ميه دي بتبقى حاجه كويسه جدا له. تمام، ببدا بعد كده بخش عندي على عنبر النعام، وده طبعا حاجه كويسه جدا بالنسبه لمكسبها المادي. النعام طبعا يعني معروف ان مفيش حاجه فيه بتترمي، سواء اذا كان ريش، سواء اذا كان بيض، سواء اذا كان جلد النعام حتى، سواء اذا كان لحم، اي حاجه. البيضه اللي عندي بتطلع ما فيهاش تخصيب، ببدا اطلعها هنا زي بيض مائده بالظبط. البيضه تقريبا بتطلع بحوالي 35 من 35 ل 40 جنيه. النعام عندي بيوصل وزن 100 كيلو خلال سنه. بالنسبه للريش طبعا الكيلو الريش بحوالي 1500 جنيه. انت عندك كم اسره نعام هنا؟ انا عندي هنا حوالي 3 اسر نعام. تمام، طبعا الكتاكيت هنا انا عامل دلوقتي بعمل قطيع كتاكيت، لان انا هعمل تربيه مفتوحه للنعام يعني. انا مش هيبقى عندي تربيه نعام في كل اسره مع بعضها، لا، هيبقى عندي هعمل عنبر تربيه مفتوحه للنعام. تمام،
ده برضو بالنسبه للتوسع في مجال النعم عموما. عندي طبعا الـ 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 لو حضرتك شفت برجين الحمام دول، ده حمام يعتبر ما بيكلفنيش اي حاجه. حمام بلدي ده، حمام بلدي، حمام ابراج، ده يعتبر ما بيكلفنيش اي حاجه، لان هو متربي موجود، ان هو معروف ان هو بيطلع بره يجيب الاكل بتاعه ويرجع يبات في البرج، ده مكسب يعتبر من لا شيء. انا شايف برضو في وز هنا وبط، وكان بيعوم كده في علاقات السمكيه كده. انا عندي هنا في وز بط، في وز صيني تمام، وفي بط بلدي. الوز الصيني يعني هو غالي شويه، لكن هو علشان شكله. الوز الصيني ده انا ممكن استخدمه في الحراسه، هو بالليل ممكن اطلعه ساعه ما بيشوف حد ايا كان، هو ما يعرفش هو مين بره المزرعه او من جوه المزرعه، هو بيبدا يطلع صوت عالي جدا، انا بعرف ان في حد بره تمام. عندي البط البلدي ده انا بفرخه عندي في المزرعه، بطلع منه الكتاكيت وببدا ابيعها برضو للناس. انا حاليا ما ببيعش يعني انا ممكن اجيب وز صيني النهارده علشان بدل الكلاب البوليسيه مثلا. بالظبط، صوته بيبقى عالي جدا، ممكن يصحي اي حد عادي، ما فيش اي مشاكل. تمام. اهم حاجه موجوده عندي في مجال الاعلاف عموما، انا يعتبر هنا شغال برضو بدائل اعلاف، يعني بستخدم تبن القصب، بستخدم اهم مكون عندي في بدائل الاعلاف يعتبر هو الشعير المستنبت. تمام. الشعير المستنبت ده انا من يوم ما هو بيتحط بذره عاديه لحد ما ببدا ااكله للمواشي 8 ايام، ده دوره الشعير عندي كلها. دوره الشعير بتبدا معايا ان انا بجيب البذره او الحبه بفضيها في ميه بتتنقع لمده 24 ساعه. تمام. بعد كده بعد ال 24 ساعه بطلعه بصفيه، طبعا هو بيكون مغسول كويس جدا، ببدا اخده بحطه في الاطباق بتاعه الشعير فاضيه، ببدا احط الاطباق دي واغطيها بخيش. الخيش ده بيعمل ان هو بيسخن حاجه بسيطه، بيبدا يطلع معايا الجدر بتاعه ينبت. بعد كده باخده بعد 6 ساعات احطه في الاطباق، احط في كل طبق كيلو. الطبق الكيلو ده لما بحطه بعد 8 ايام باجي احصده، بيطلع لي وزن الطبق الواحد حوالي من 8 ل 10 كيلو. تمام. يعني الكيلو طلع لي من 8 ل 10 كيلو. طيب انا استفدت ايه؟ انا استفدت مش البذره بس، بل استفدت بالبذره والجذر والمجموع الخضري اللي فوق الجذر والبذره. ده الشعير المستنبت للماشيه كلها ولا ماشيه معينه؟ ده الشعير المستنبت للماشيه كلها. تمام. وهو يعتبر احسن حاجه ليه هو كمان يعتبر الخيول، يعني الخيول معروفه ان هي بتحب الشعير كويس يعني. تمام. انا عندي طبعا الشعير معايا بيزود معايا ادرار اللبن، بيزود معايا قابليه الحيوان ان هو ياكل كميه اكبر، فيزيد معايا التحويل اليومي في التسمين واللحوم. ده ممكن يكون بديل العلف الشعير المستنبت ده؟ مش هنقدر نقول بديل العلف الكلي. تمام. لكن نقدر نقول ان هو ممكن يدخل بجزء او نسبه مئويه في العلف الكلي.